نرجع تاني للمباراة، مباراة سجرادا بكرة، مباراة ممكن تكون يهمنا ان احنا يكون عندنا القدرة على ان انت تاخد اللي انت عايزه من المباراة. مهم ان انا ما بقاش رد فعل، خاصة كمان ان انا عرفت ان الحمد لله ان الحل يعني الملعب اللي هنلعب عليه ملعب نجيل طبيعي، ودي خلي بالكم من الحاجات اللي بتفرق بشكل كبير جدا في التعامل مع الماتشات الافريقية ومع طبيعة الخشونة اللي ممكن تتعرض لها. فريق سجرادا الانجولي عنده طموح وعنده هدف عايز يوصل له، هو بالنسبه له يمكن الثلاث نقاط بالنسبه له تكون في غايه الاهميه، وده اللي هيصعب الماتش بشكل كبير، وده اللي هيخليك تقابل مباراه يعني بلغه كره القدم مباراه شرسه قد تصل لحد العنف. احنا شفناهم هنا في القاهره وهم هنا على ملعبنا، وكان حجم يمكن الالتحامات وحجم القسوه في الالتحامات كان شايفينها انها الحمد لله ربنا يمكن سهلها ونجى لاعبتنا، لكن من الواضح ان يعني حته العنف دي موجوده في ذهنهم وقد يلجأوا اليها في بعض الفترات، فدي محتاجه مننا برضو ذكاء جدا في التعامل مع الفكره دي وتحضير جيد جدا من كابتن معتمد جمال وكابتن احمد مجدي ويأهلوا اللعيبه لده، لان انت خلي بالك برضو من الحاجات اللي ممكن تقع فيها ان مثلا لعيب ياخد كوع ولا حاجه تلاقيه خرج عن شعوره ولا حد دخل فيه جامد، تلاقي نفسك اتكلفت انذار في طرد، وساعات الحكام هناك مع الضغط خاصه لو في حضور جماهيري او مع ضغط الفريق او مع اي حاجه من الحاجات دي تلاقي نفسك دخلت في سيناريو لا قدر الله يعني مش افضل شيء، وتلاقي نفسك اتحسب عليك ضربات جزاء. فانا بقول لكم الامور الوارده، بس ان شاء الله ده ما يحصلش، وده لما تكون انت متكلم فيه مع اللعيبه بيكون مريح، ما يتفاجئش لاعب نازل عارف ان ده كله موجود وعارف ان مهم ان ما يدخلش نفسه في سيناريو يعني يتعبه اثناء اللقاء ويخلي 90 دقيقه تروح في سكه مجهده جدا جدا وضغط عصبي وتخسر كروت وتخسر لا قدر الله اصابات. فدي نقطه خلي بالكم مهمه جدا جدا واحنا بنتكلم عليها، ودي التفاصيل الصغيره اللي ساعات احنا بنبقى محتاجينها، غير بقى عنصر الفنيات وكره القدم ده ساعات بيبقى موجود ومهم، لكن في تفاصيل صغيره في ماتشات افريقيا والخبرات الافريقيه اللي بنسميها وانك تتعامل ازاي مع كل المواقف وكل الظروف، تفاصيل صغيره، الجماهير، الملعب، تريح نفسك ازاي، تاكل كويس ازاي في افريقيا، تعرف تعمل ريكفري ازاي او استشفاء ازاي ما بين الماتشات لما تكون مضغوطه ما بين دوري وما بين افريقيا، تفصل ازاي ما بين انت مثلا ممكن تكون خسران مباراه في الدوري وترجع تجدد دوافعك تاني، دي كلها تفاصيل وعناصر مهمه جدا جدا جدا. كمان نوع اللعيبه اللي هتحتاجها في ماتش بره ملعبك غير ماتش جوه ملعبك، هتقسم المباراه ازاي، اول ربع ساعه ولا اول شوط ولا اول نص ساعه ولا الشوط الثاني هتعمل تغييرات عامله ازاي، طب مين هيلعب 90 دقيقه ومين هيلعب 60 دقيقه، طب مين اللعيبه اللي تلعب مع العنف، طب في حاجات كتير جدا، طب الضربات الثابته هتبقى عامله ازاي اللي علينا او اللي لينا، تفاصيل وعناصر مهمه جدا جدا للتحضير للماتشات اللي زي دي. زي ما قلت لكم الماتشات اللي زي دي انت ممكن تتعامل معاها بقى كل ده تبقى انت فاهمه ومدركه بحجم خبراتك كنادي الزمالك وبحجم خبرات اللعيبه والمدربين اللي عندنا في نادي الزمالك، لكن وانت كمان تربطها بقى بان انت مصيرك في ايدك، يعني انا هلعب بكره باذن الله وانا معايا 9 نقاط، طب يبقى انا عايز ايه من الماتش؟ اول حاجه ما تاخدش فيها هدف، اول حاجه ما اخسرش، ارجع تاني الكلين شيت اللي انا متعود عليها بقى لي 5 6 ماتشات، حتى لو ماتش المصري حصل غلطه او حصل يعني مش اللي احنا اتعودنا عليه اخر فتره مع تعديل المنظومه الدفاعيه، فما يدخلش فيك هدف. طب ولا قدر لو دخل فيك هدف هتعمل ايه؟ محضر نفسك ازاي؟ طب ملعب النجيله ده نقدر نستفيد بيه ازاي؟ انا لما يكون معايا لعيب الكوره يبقى بالنسبه لي ملعب النجيله في مصلحتي، انا عندي لعيبه كويسين ولعيبه عندها امكانيات تقدر تصنع الفارق سواء على المستوى الفردي او على مستوى الثنائيات او على المستوى الجماعي لو في حالتهم باذن الله والروح اللي احنا شايفينها الفتره اللي فاتت. شوفوا كل الكلام ده ومحاضره كبيره جدا ممكن نتكلم فيها عن ماتش بكره وتفاصيل صغيره جدا جدا. انا اللي يهمني على فكره في ماتش بكره نرجع تاني للثقه ونغمه الانتصار وانك تعرف تكسب بره ملعبك، وان حتى لو انا معايا 9 نقاط ابقى عايز اجيب 3 نقاط تانيين واحسم القصه من بدري واتصدر المجموعه وانهي الموضوع من هناك واحقق نتيجه ايجابيه على اسوأ الفروض حتى لو ما عرفتش اكسب، ان شاء الله الامور تخدمنا. انا متفائل بان فكره الملعب نجيل طبيعي ان شاء الله يخلينا بقى ايه نبدا يعني نبدا نستعد نبدا نحس تاني ان احنا على الطريق الصح، نبدا نفكر نبدا نشوف الفتره الجايه هيبقى فيها ايه بالتنسيق طبعا مع مجلس اداره نادي الزمالك والتحضير للفتره اللي جايه، لان في اعتقادي في تحركات كتيره جدا الفتره دي وعندي معلومات ان في تحركات كتيره جدا جدا الفتره اللي جايه باذن الله، طبعا لان احنا عارفين وعارفين طموح جماهير نادي الزمالك وعارفين احنا جايين الفتره اللي فاتت ومستلمين الوضع ماشي ازاي وعارفين وقف القيد وعارفين الاصابات اللي جينا فيها وعارفين الغرامات اللي علينا وعارفين حاجات كتيرة جدا جدا، هي للأسف
ممكن يكون كلنا كمحبي لنادي الزمالك نفسنا انها تتحل بعصا سحريه، لكن لو اتكلمنا بهدوء واتكلمنا عن الواقع هنلاقي ان احنا محتاجين نبقى عندنا رشد وحكمه في اتخاذ القرارات مع ترتيب الاولويات. هاكد تاني على فكره ترتيب الاولويات عشان نعرف ناخد القرار الصح، ما يطلعش قرار عشوائي، ما يطلعش قرار نندم عليه، خاصه ان احنا عندنا يعني جبهات كتيره قوي قوي محتاج ان انت تسدد فيها اموال، ومحتاج ان انت برضو تدعم فريق كره القدم والحقيقه بقيه الالعاب مش بس فريق كره القدم، وتخف الضغوط الكتيره اللي عليك طبعا كنادي مثقل ومحمل بضغوط وديون كتيره جدا جدا، الحقيقه لا تليق باسم نادي الزمالك ولا ده الوجه الحقيقي لنادي الزمالك. ودايما اكد ان حسن الاداره باذن الله يصنع حضاره.